مرحبا بكم اليوم الناس الكل في راديو بليس تي ان. اليوم عاطف بالحسين اللي عرفته التلفزة التونسية وعرفوا الشعب التونسي بشوكو. اليوم يوجه كلام قاسي جدا لسامي الفهري وما كتبش لسامي الفهري اما اغلبية مواقع التواصل الاجتماعي كل قال كلام معناه متوجه لسامي الفهري خاطر الكلام اللي قاله طول باش نحكي لكم الكلام اللي قاله متزامن مع حكاية سامي الفهري بالضبط كلام واقعي وفيه برشا اسرار. اكتب عطف بن حسين والله لو يتفق كل التوانس على براءتك والله لو يتفق كل العالم على انك بريء والله لو تاخذ شهادة البراءة من كل محاكم الدنيا والله لو يقف معك كل محامي الكون نقعد انا وحدي متأكد اللي انت سارق ومتحيل ومفيوزي لاني نعرفك مليح مليح. كما قلت اسمه اليوم عطف بن حسين ذي الرسالة اللي وجهها لابد كل مواقع التواصل الاجتماعي قال الرسالة ذي موجهة لسامي الفهري اللي هو سارق ومتحيل ومتزامنة مع قضية سامي. هكا نكون وصلنا إلى نهاية الموضوع.